هنالك عدة أساليب يعني لمحاربة الفساد والإفساد بالمجتمع. أولا يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عندما قال الحسين عليه السلام: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، لآمر بالمعروف ولأنهى عن المنكر. لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنا أدعو المشاهدين إلى قراءة هذه المفردتين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. وحقيقة هاتين المفردتين موجودة في كل رسائل العلماء وفيها توضيح، يعني يجب أن يكون الشخص الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر هو أن يكون أهلا لهذه المسؤولية، حتى يتحكم ب عائلته، حتى يكون عنده سيطرة على عائلته، يأمر بالمعروف في عائلته وينهى عن المنكر في عائلته، ثم ينطلق إلى الجار ثم إلى المجتمع وهكذا.